والآن مشاهدينا مع آخر أخبار الطقس. سارة نجي في وقفة أخيرة. شكرا لكم مشاهدينا، وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. ونبدأها بالقاهرة: العظمى 35-23، الإسكندرية 29-22، مطروح 30-24، بورسعيد 33-23، الإسماعيلية 35-23. ونذهب إلى السويس 35-23، العريش 33-23، طابة 35-25، شرم الشيخ 38-28، والغردقة 38-28. ونذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 41 والصغرى 27، أسوان 43-29، الوادي الجديد 42-26، شلاتين 37-29، وأخيرا حلايب 35-28. والآن نستعرض معكم مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.